السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن خطوبة بسملة. بسملة يا جماعة بنت الفنان محمد فؤاد بتحتفل بحفل خطوبتها. هقول لكم شوية تفاصيل. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن خبر ارتداء الإعلامية المعروفة ياسمين عز للحجاب. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن حريق في شقة مذيعة معروفة. فجأة يا جماعة الشقة بتاعتها ولعت والسبب هقول لكم تفاصيل الموضوع. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن نقل الفنان حسان العربي للمستشفى بعد اصابته بسرطان القولون. هقول لكم كل التفاصيل. كنا نتكلم معاكم النهارده عن خبر اعتزال الفنانه سميحه ايوب. هقول لكم كل التفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع حفل خطوبه بسمله محمد فؤاد. بنت الفنان محمد فؤاد يا جماعه بتحتفل بحفل خطوبتها. هقول لكم شويه تفاصيل. سيطرت حالة من السعادة على الوسط الفني بعد إعلان الفنان محمد فؤاد عن خطبة بنته بسملة، وذلك وسط أجواء عائلية جمعت الأهل والأصدقاء من طرف العروسين في الحفل الذي أقيم بمنطقة الساحل الشمالي. الفنان محمد فؤاد متعلق للغاية ببنته خاصة الكبرى بسملة الذي احتفلت بخطبتها وسط أجواء مبهجة وفرحة كبيرة من الحضور. يخشى محمد فؤاد يخشى على ابنته للغاية، لذلك من النادر أن يشاركه صور لها، خايف عليها يعني من الحسد يا جماعة، فعشان كده ما بيشاركش صور ليها. ووفق تصريحات إعلامية سابقة للفنان محمد فؤاد وقال إنه اتفق مع بنته بسملة على ضرب العريس الذي سيأخذها من بين يديه ولن يوافق عليه، إلى أنه في النهاية استسلم ووافق على عريسها، مشيرا إلى أنه اختار اسمها بسملة من وحي القرآن الكريم ومدى تعلقه به وبسماعه. وبيقول أنا حالف لبسملة أول ما هيجي يطلب إيدها هديله بالقلم، ومحضر إيديا لأي حد هيجي يطلب إيد بسملة. بنته يا جماعة هي تخرجت، هي بسملة تخرجت من المرحلة الثانوية وتشبه والدتها للغاية. كانت امبارح بتحتفل بحفل خطوبتها في الساحل الشمالي. والفنان محمد فؤاد بيقول لك انا متعلق بيها اكتر من اخوها عبد الرحمن. بيقول لك بسملة دي في مكانة تانية عندي، وهي زي ما بيقولوا كده كل حاجة ليا في الدنيا، متعلق ببنته اكتر من ابنه. فامبارح كان حفل خطوبتها اللي كان معمول في الساحل الشمالي وحضر عدد كبير من نجوم الفن والاعلام. وزي ما قلت لكم الفنان كان بيخاف ان هو يشارك اي صور لبنته على السوشيال ميديا لانه هو بيخشى او بيخاف عليها من الحسد. الموضوع اللي بعد كده، موضوع خبر ارتداء الاعلامية ياسمين عز الحجاب، وبتقول بعمل كده لوجه الله. هقول لكم شويه تفاصيل. كشفت الاعلاميه ياسمين عز سبب ارتدائها الحجاب خلال استضافتها الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه والمقارن والشريعه الاسلاميه بجامعه الازهر، واضافت وقالت محدش بيطلب مني البس الحجاب، انا من نفسي بحب اعمل كده. بلاقي تعليقات بعد الحلقات بتقول الشيخ طلب منها، لا مفيش شيخ طلب مني كده. وقالت ان هي اللي لبست الحجاب. بصوا يا جماعه هي ما لبستش الحجاب على طول، يا ريت، لا ده هي لبسته بس كانت مستضيفه شيخ مبجل يعني، وكانت بتحاوره في حاجات إسلامية وكده وفقه وكده، فهي لبست الحجاب وهي قاعدة قدامه أو هي بتحاوره لبست الحجاب. أنا مش عارفة يعني تلبس الحجاب عشان جايبة شيخ جليل وربنا، المفروض تلبسيه عشان ربنا، المفروض تلبسيه على طول. وعلى فكرة يا جماعة الحجاب بيزيد من جمال المرأة، الطرحة دي بتزيد من شكل وجمال المرأة. يعني الناس يقول لك لا ده لما الست بتبقى شعرها بتبقى جميلة، لا لا يا جماعة مفيش كده، الحجاب ده بيزيد من جمال المرأة، بيخليكي عاملة شبه الملائكة كده، لا حول ولا قوة إلا بالله، وربنا عمره يا جماعة ما يعمل لنا حاجة وحشة. الموضوع اللي بعد كده، موضوع خبر اعتزال الفنانة سميحة أيوب. طلعت الفنانة سميحة أيوب يا جماعة وأعلنت خبر اعتزالها الفن نهائيا. أقول لكم شوية تفاصيل. كشفت الفنانة القديرة سميحة أيوب حقيقة اعتزالها التمثيل بعد الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إن ما يتردد بشأن اعتزالها التمثيل هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، لست عندي اللي أقدمه للفن ولست مرتبطة بأعمال فنية خلال الفترة الحالية لعدم وجود نص مناسب أو عمل عجبني إني أعمله. يذكر أن سميحة أيوب من مواليد 8 مارس 1932 وتمتلك في رصيدها الفني ما يقرب من 260 عمل فني. ولدت في حي شبرا بمدينه القاهره، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحيه. بصوا يا جماعه هي ما اعتزلتش، هي بتقول انا مش هكمل او
مفيش حاجه بتتعرض عليا كويسه او مفيش حاجه بتتعرض عليا بتعجبني. ده الكلام اللي هي قالته. لكن هي بتقول انا ما اعتزلتش، لو جالي شغل حلو او جالي مسلسل حلو او جالي نص حلو هرجع تاني واشتغل. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يسهل لعبيده زي ما بيقول. ويلا الموضوع اللي بعد كده، موضوع فنان شهير فجاه جماعه تعب وبقى بيلاقي جسمه كده بيخس، فجأة كشف قال له عندك سرطان القولون. مين الفنان ده؟ الفنان ده اسمه حسان العربي. كشف الفنان حسان العربي عن تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، وقال إنه شعر ببعض التعب، لذلك ذهب إلى طبيبه الخاص وطلب منه بعض الفحوصات والتحاليل، واكتشف إنه لابد أن يقوم بعمل منظار في القولون. وأوضح حسان العربي أن سبب هذه الوعكة الصحية إنه فقد الكثير من وزنه، لكنه يحمد الله على كل حال، وهو في الوقت الحالي يتحسن مطالبا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل. هو كان بيخس زي ما قلت لكم، كان تعبان وعنده مشاكل في المعدة، راح عمل أشعة وفحوصات قال له عندك مشكلة أو عندك ورم خبيث على القولون، لازم تعمل عملية. وفعلا دخل عمل العملية وخرج وبيطمن الجمهور ان هو حالته كويسة. اتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده، موضوع مذيعة شهيرة فجأة الشقة بتاعتها كلها ولعت امبارح، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي حصل؟ نشب حريق ضخم بشقة الزميلة الإعلامية أمل الحناوي مذيعة قناة القاهرة الإخبارية. تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات. نشب حريق ضخم بشقة الإعلامية أمل الحناوي وقالت الحمد، هي طلعت وكتبت وقالت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لقد نجانا الله من حريق بالمنزل، وبشكر شكرا جزيلا رجال الحمايه المدنيه بوزاره الداخليه على سرعه الاستجابه وانقذنا، اللهم عوضنا خير، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكشفت المعاينه الاوليه لرجال الحمايه المدنيه ان مس كهربائي في اسلاك توصيل التكييف تسبب في وقوع حريق وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال الواقعه. اللي حصل، حصل مشكله او مس كهربائي في التكييف. اليومين دول يا جماعه كل الناس مشغله التكييفات والمراوح، لا حول ولا قوه الا بالله، بسبب درجه الحراره العاليه اللي احنا فيها. فحصل مشكله او حصل زي مس كهربائي عندها في التكييف، وده اللي ولع الشقه فجاه كده بقت كوم فحم، بس الحمد لله ما حدش اتصاب في الواقعه. اتمنى منكم تدعوا لنا ربنا، طبعا ان ربنا الحمد لله يعني، وربنا يبعد عننا الحريق وخصوصا يا جماعه الحريق بتاع المس الكهربائي ده بيبقى اصعب من الحريق زي ما قلت لكم اللي هو بيبقى حريق عادي كده. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه، واتمنى من كل الناس اللي بتحبني وتشوفني يا جماعه تدعي لي. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم بظهر الغيب يعني ان انا حقي يرجع. عندي مشكله في حساب جوجل ادسنس، وزي ما قلت لكم ان القناه كانت متاخده مني ورجعت القناه باعجوبه، ولسه حساب الادسنس بتاعي ما رجعش اللي هو المفروض عليه فلوس شغلي. لا حول ولا قوه الا بالله، مش مسامحه لو حد اي حد استباح حقي اللي خد قناتي وعمل فيا كده، مش مسامحه لي يوم الدين، وبتحاسبن عليه ليل ونهار، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري وظالم. واي حد يستباح حد او فلوس بني ادم هو ما يعرفش ان الفلوس دي بتروح فين او بتسد ايه او بعمل ايه بيها. يعني انا لا حول ولا قوه الا بالله، عليا ديون وعليا اقساط وعليا قروض وعليا جمعيات، والشغل ده كان بيساعدني ان انا ادفعها. ادعوا لي بالله عليكم حقي يرجع لي وحسابي يرجع لي وحساب الادسنس بتاعي يرجع لي، لان بجد في حاله نفسيه سيئه وبقف قدامكم كده، بس بجد محدش يعرف البني ادم هو ايه.